روح روح انت اذا بتقولي لي انا ما بقول ايه؟ واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم ايه تقول ويلك يا 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 لطفي لطفي عم بيصير هون شوفنا 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 يا شوفنا 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 ولا تفك رقبتك على هالعمل اللي عملتها فينا بتقلتي لي فكوا فكوا وما يهمك وعصعصا عصعصا لايدي لفكوا قص سلسينك ربي وإليها على هالعمل اللي عملتها معنا مش عم بيصير عمل طول بالك طول بالك بس شو طول بالك ابن حسين I need explanation explanation هلا بعطيك اياها شو هودي تحاميل حبوب هلا بعطيك اياها explanation يعني تفتف تفتف سير ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبل انا طول بالك يا بس طول بالك هلا 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 بعطيك كيف بدي اقول لك منمدي بلش لك انا بلشي له لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني يا عصا ولك سد حلقك حتعطي تفاصيل لك بدي اعرف انت عم تعملي انت وياه وشو بدي اعمل تعمل عمالك ان شاء الله ولك مع مين مع بولياس عاد صمنا بدنا نفطر على بصله